حاضر موضوع التشميس على المدى القصير وعلى المدى البعيد. طبعا زي ما احنا عارفين اصلا وسيله حمايه الجلد من اشعه الشمس لما بتعرض لها بكميات كبيره هي عن طريق الخلايا الصبغيه او الميلانوسايتس موجوده بطبقه الجلد اللي بتساعد لما بتتعرض لاشعه الشمس تفرز صبغه الميلانين، فبالتالي بكسب هذا اللون البرونزي او اللون الزيتي اللي هو اصلا وسيله لحمايه الجلد من المضار لاشعه الشمس. طبعا زي ما احنا عارفين اشعه الشمس ممكن على المدى القصير تؤدي الى حروق، سواء كانت حروق سطحية مجرد فقط احمرار مع ألم وأوجاع بدون تقريبا ساعات لمدة بضعة أيام، أو ممكن توصل إلى حروق من الدرجة الثانية ولطبقات كتير أعمق من الجلد، وبهيك حالة ممكن تستدعي العلاج لمدة حتى أشهر حتى أطيب من هاي حروق الشمس.